فن زخرفة الجميل العنوان الأبرز للأعمال الفنية المنوعة التي شاركت فيها الفنانة التشكيلية الشابة آمنة العوض في معرضها الفردي الثاني في قاعة مديرية التربية في محافظة الحسكة، حيث تمازجت الأشكال الهندسية الفنية واختلطت الألوان وتدرجاتها لتترك انطباعا مؤثرا في نفوس الجمهور. لوحاتي جميعا تتحدث عن الزخرفة، فأنا أحب أنه أظهر تاريخ الحضارات من خلال زخرفة البلاد. يعني هو شيء جديد وحديث وما في حدا رسم من هالشيء هذا، انه طبع الزخرفه كلها بلوحه واحده، بس انا حبيت انه اعمل شيء جديد حتى اتميز. المعرض ضم ما يقارب 50 لوحه فرديه تضمنت مواضيع فن الزخرفه بمدارسه المختلفه القديمه والحديثه، لا سيما البروكار الدمشقي الذي يعكس اصاله وعراقه فن الزخرفه السوري، وهناك الزخرفه الهنديه القديمه والمانديلا، اضافه الى بعض الزخارف الاسلاميه وتشكيلاتها جميلة. حرص مديرية التربية على تشجيع الفنانين وخصوصا الفنانين والموهوبين الشابين لعرض أهم إبداعات ونشاطات. طبعا اليوم المعرض هو الفنانة آمنة عوض، أبدعت الفن الياباني والرسم الحديث بلوحاتها. كان معرض جميل جدا، نتمنى لها التوفيق دائما. طبعا هي رسالة لتشجيع الفن عند الشباب، المواهب الشابة الواعدة، هي رسالة لدعم كل هذه المواهب لإيجاد نوافذ لعرض نشاطاتهم، عرض مواهبهم، عرض انجازاتهم، كل ما قدمه. شابة بعمر الفنانه آمنة العوض اليوم تحتاج الى منبر، الى نافذه لتعرض كل مواهبها، لتعرض كل اعمالها، انجازاتها. وكانت الفنانه قد شاركت في العديد من المعارض الفنيه المشتركه في وقت سابق. احمد الحمدوش للاخباريه السوريه، الحسكه.